أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أجداء بيننا وبينكم الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من دروس شرح ملحة الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة للعاشر من شهر جمادى الآخرة، الموافقة لليلة العاشرة من شهر جمادى الآخرة. وأخذنا في يوم أمس الكلام على العامل في المصدر، وأن الأصل فيه أن يكون مذكورا، وقد يحذف إما جوازا وإما وجوبا، والوجوب على قسمين: سماعي وقياسي. وأخذنا أيضا ماذا يا أخواني؟ جاء الأمير ركضا، إيش الراجح فيه؟ أنه حال مصدر، وقع موقع الحال، وهذا جائز على قول الجمهور. يعرب ماذا؟ يعرب حالا على تأويله بمشتق، على تأويله بمشتق. جاء زيد ركضا أي راكضا، وأقبل زيد سعيا أي ساعيا، وهكذا يدعون ربهم خوفا وطمعا أي خائفين وطامعين، ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية. على كل مجيء المصدر حالا كثير، ومع كثرته قال النحويون لا يقاس بل يحفظ، يحفظ ولا يقاس عليه. وقولهم اشتمل الصماء وقعد القرفصاء ومشى المطيطاء، هذا ماذا؟ هذا من المفعول المطلق، من باب المفعول المطلق الذي ناب عن المصدر المحذوف، وهذا يسمى نوع المصدر المبين لهيئة الفعل. فمما ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة نوع المصدر المبين لهيئة الفعل، كهذه الأمثلة ونحوها. من يقرأ الأبيات؟ نعم. ومثله سقيا له ورعيا وإن تشاء. أحسنت. نعم. ومثله نعم سقيا له ورعيا. نعم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول له. وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لعمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه. تقول قد زرتك خوف الشر، وغصت في البحر ابتغاء الدر. قال الشارح رحمه الله: أي أن المفعول له، ويسمى أيضا المفعول لأجله، منصوب
والناصب له ما يتقدمه من الفعل الذي فاعله فاعل المفعول له، الذي فاعله فاعل المفعول له، فاعل الفعل وفاعل المفعول له واحد، ولا يكون إلا بلفظ المصدر، ولا يكون إلا بلفظ المصدر. لكن سبق أن المصدر لا ينصبه إلا فعل أو وصف مشتق منه، كضربت ضربا، بخلاف المفعول له فإنه يكون علة لفعل جنسه غير جنسه، يعني ينصب بفعل لا يكون مماثلا له في الحروف، ثم تارة يكون مضافا كما مثل به الناظم، فالناصب لخوف الشر زرتك، والناصب لابتغاء الدر غصت، وهما من غير جنسهما، وقع علة للفعل الناصب لهما، إذ لو سئلت لما زرت لقلت خوف الشر، ولما غصت يكون ماذا؟ ابتغاء الدر. قال: وتارة يكون منكرا كجئت إكراما لك، وضربت العبد تأديبا له، ونحو ذلك. المفعول له، المفعول له من جملة المنصوبات، وهو أحد المفاعيل الخمسة، أحد المفاعيل الخمسة. وعرفه بعض النحويين بأنه المصدر القلبي، المصدر القلبي الفضلة، المعلل لحدث شاركه في الزمان، والفاعل. هذا التعريف يجمع شروط المفعول له: المصدر القلبي الفضلة، المعلل لحدث شاركه في الزمان، والفاعل. هذا المصدر كما سمعتم فيه شروط ماذا؟ شروط المفعول، أو هذا التعريف فيه شروط المفعول له: اشترط أن يكون مصدرا، وأن يكون قلبيا، وأن يكون فضلة، وأن يكون معللا لحدث شاركه في الزمان، والفاعل. هذه كلها شروط ماذا؟ شروط المفعول له. وبنحو هذا التعريف ذكر ابن هشام في شرح القفر، ذكر نحو هذا التعريف. واضح؟ فيشترط المفعول له أن يكون مصدرا، اشترط في المفعول له أن يكون مصدرا، فإن لم يكن مصدرا وجب جره بحرف التعليل، اللام أو غيرها، مما يدل على التعليل، مثل: جئتك للسمن والعسل، السم والعسل ليسا مصدرين، ليس ماذا؟ مصدرين. جئتك للسمن والعسل. وحديث: دخلت النار امرأة في هرة، هرة ليست مصدر. والشرط الثاني أن يكون قلبيا، أن يكون هذا المصدر قلبيا، أي من أفعال، من أفعال القلب الباطنة، كالرغبة والرهبة والمحبة والخشية والتعظيم والإجلال والخوف ونحو ذلك، من أفعال النفس الباطنة. معنى أن يكون قلبيا
من أفعال النفس الباطنة، لا يكون من أفعال الجوارح، لا يكون من أفعال الجوارح كالضرب والقراءة والكتابة. فلو قال قائل جئتك للقراءة والكتابة وجب الجر، القراءة والكتابة مصدران ولكنهما ليسا بقلبيين، فإنهما وإنما هما من أفعال الجوارح. جئتك للقراءة والكتابة، واضح؟ والفضلة أخرج ماذا؟ أخرج العمدة. الفضلة أخرج العمدة. فإذا قال القائل حصلت لي رغبة، حصلت لي رغبة، فرغبة ما لها؟ مصدر، وقلبي مصدر وقلبي، ولكنه عمدة، هي الآن فاعل، هي الآن ما لها؟ فاعل، والفاعل عمدة، يعني توفر الشرطان الأولان واختل الشرط الثالث وهو أنه عمدة وليس بفضلة. وقول المعلل لحدث شاركه أخرج بقية المنصوبات، أخرج بقية المنصوبات. فإذا وجد المصدر وكان غير معلل أو معلل غير معلل لما قبله لم ينتصب على المفعولية على أنه مفعول له. مثلا لو قلنا ماذا؟ وجدت رغبة في الخير، مثلا وجدت رغبة في الخير، رغبة هنا مفعول به وليس ماذا؟ وليس مفعولا له. طيب، المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، يشترط في المفعول له أن يتفق مع الفعل في الزمان وأن يتفق معه ماذا؟ في الفاعل، أن يتفق معه في الزمان بمعنى أن يكون زمانهما واحدا وأن يكون فاعلهما واحدا، فاعل المصدر وفاعل الفعل تكون ماذا؟ واحدا. مثلا تقول ماذا؟ اغتربت رغبة في العلم، اغتربت رغبة في العلم، فرغبة توفرت فيها الشروط الخمسة، مصدر ماذا؟ قلبي، فضلة، معلل لما قبله. لماذا اغتربت أنا؟ رغبة في العلم. ورغبة، رغبة اتفق مع الفعل في ماذا؟ في الزمان، زمن الاغتراب هو زمن الرغبة، زمن الاغتراب هو زمن الرغبة، يعني في الوقت الذي أنا اغتربت فيه أنا راغب في العلم، وما حملني على الاغتراب إلا الرغبة في العلم. وفاعل الاغتراب وفاعل الرغبة واحد، فهو ضمير المتكلم، واضح؟ هذه ماذا يا إخواني؟ خمسة شروط، هذه خمسة شروط، وهي أن يكون مصدرا، قلبيا، فضلة، معللا لما قبله، ومشاركا له في الزمان والفاعل، واضح؟ وهذه الشروط الخمسة ليس متفقا عليها، هذه الشروط الخمسة مختلف فيها،
ولم يتفق النحويون على شرط سوى كونه علة لما قبله. هذا الشرط متفق عليه، يشترط في المفعول له أن يكون علة لما قبله، هذا الشرط متفق عليه عند النحويين. وما عداه مختلف فيه، فبعضهم يشترط وبعضهم لا يشترط. فجملة ما اشترط للمفعول له كم؟ 5. هذه 5 لم يتفق النحويون عليها إلا على شرط التعليل. هذا الشرط اتفقوا عليه أن يكون معللا لما قبله. وما عدا مثلا الشرط المصدرية، بعضهم يشترطه وبعضهم لا يشترطه. ومن أين جاءتنا هذه 5 شروط؟ من النحويين، يعني هذا اشترط المصدرية، يقول الثاني أنا ما أشترطها. طيب نقول المصدرية شرط عند بعض النحويين، والآخر اشترط أن يكون قلبيا، وذاك اشترط أن يكون فضلا، وذاك اشترط أن يكون كذا مثلا. فمجموع ما اشترط له كم؟ 5. طيب، وهذه 5 كما سمعتم ليس متفقا عليها، فيها خلاف بين النحويين. مثلا يقولون إن يونس شيخ سيبوي وغيره لا يشترط المصدرية، يجيز أن ينتصب على المفعولية من أجله غير المصدر، غير المصدر. وعلى هذا فيجوز عنده أن يقال جئتك السمن والعسل، فانصب السمن والعسل على أنه مفعول له وهو غير مصدر، فهو ماذا؟ غير مصدر. لماذا يجيز أن ينتصب؟ لأنه يقول لا يشترط، يقول أنا عندي المصدرية غير شرط. المصدرية ماذا؟ غير شرط. أهم شيء أن يكون علة لما قبله وأن يكون منصوبا إلى آخره. وهكذا بقية الأمور. المفعول له كم له اسم؟ كم له؟ 5 أسماء. كم له؟ 5 أسماء. يقال المفعول له، والمفعول لأجله، والمفعول من أجله، هذه كم؟ 3 مشهورة. والرابع المصدر المعلل لما قبله، المصدر المعلل لما قبله. والخامس المصدر المنصوب على العلة، الخامس المصدر المنصوب على العلة. ذكر هذين الأخيرين صاحب الكواكب. طيب، هذه 5 أسماء لهذا النوع، يقال مفعول له، ومفعول لأجله، ومفعول من أجله، والمصدر المعلل لما قبله، والمصدر المنصوب على العلة، والمصدر المنصوب على العلة. هذه الشروط التي ذكرت ستأتي معنا من كلام الشارح، هذه الشروط هي شروط لجواز النصب وليس لوجوبه. ما حكم المفعول له؟ نقول منصوب هكذا. هل نصبه واجب أو جائز؟ جائز. هل نصبه مع توفر الشروط واجب أو جائز؟ جائز. فهذه الشروط لجواز نصبه، هذه الشروط المذكورة لجواز ماذا؟
لجواز نصبه فلا ينتصب وجوبا وإنما جوازا بهذه الشروط. فإذا اختل شرط من هذه الشروط وجب جره بحرف العلة. ما هو حرف العلة؟ اللام ونحوها مما يفيد العلة، اللام والباء وفي وماذا وغير ذلك مما يفيد العلة. الأصل في الدلالة على التعليل اللام، لكن قد يدل غير اللام على ماذا؟ على التعليل، مثل دخلت النار امرأة في هرة أي بسبب، ففي هنا حرف تعليل. وهكذا قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بظلم بمعنى بسبب، الباء هنا سببية تفيد التعليل، فالأصل في إفادة التعليل أن يكون باللام، لكن غير اللام قد يفيد التعليل. طيب، قد يفيد التعليل. والمفعول له ينتصب بالفعل الذي قبله، وهذا الفعل يكون لفظه من غير لفظ المفعول له، لابد أن يكون لفظه مغايرا للفظ المفعول له، وإلا كان مفعولا مطلقا، كان مفعولا مطلقا. لو قال ضربت ضربا طيب مثلا، أو مثلا أحببت حبا، حتى نجعله فعلا قلبيا، أحببت حبا رغبت رغبة، هذا معه مفعول مطلق. فالناصب للمفعول له ما هو؟ الفعل، ولا بد أن يكون لفظه غير لفظ المفعول له. وهذا معنى قول المصنف لكن جنس الفعل غير جنسه، يعني لفظه غير ماذا؟ غير لفظه. وقوله في بداية البيت وهو لعمري، هذا فيه الحلف ماذا يا إخواني؟ بالعمر، وهو غير جائز، غير جائز، ولكنه كلمة جرت على لسان العرب، كلمة جرت على لسان العرب. طيب، وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة فيما أذكر أنها قالت لعمري كذا، لعمري كذا. طيب، فهي كلمة تجري ماذا؟ على لسان العرب، كما قال أهل العلم في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق. هذا ليس فيه الحلف بالمخلوق، ولكنها كلمة جارية ماذا؟ على لسان العرب، ولا يراد حقيقتها، مثل ما قالوا في عقرى حلقى أحابستنا، هي يعني كلمات جارية على لسان العرب ولا يقصدون ماذا؟ معناها. طيب، ونحو هذه الأمور. كانت العرب إذا أرادت المدح تقول قاتله الله من شاعر، قاتله الله من شاعر، وهم لا يريدون ماذا؟ الدعاء عليه بالمقاتلة، ولكن يريدون المدح. طيب، قاتله الله من شاعر، يعني شيء شاعر عظيم، ويأتون بلفظ هذا قاتله الله، ولا يريدون ماذا؟ حقيقة اللفظ، كلمة جرت ماذا؟ على اللسان. وأمثال هذا كثيرة. على كل العمر مخلوق، ولا يجوز الحلف ماذا؟ بالمخلوق، لكن يعتذر عنه بأنه ماذا؟ بأنه جرت على لسانه، أو بأنها جرت على لسانه.
كما تجري على لسان العرب. قال الشارح: ثم تارة يكون مضافا وتارة يكون منكرا. المفعول له ثلاثة أحوال. له كم يا إخواني؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون منكرا، الحالة الثانية أن يكون معرفا بأل، الحالة الثالثة أن يكون معرفا بالإضافة. هذه ثلاثة أحوال وثلاث صور للمفعول له: يكون منكرا، يكون ماذا؟ منكرا، كمثال الشارح: جئت إكراما لك، هذا نكرة. ويكون محلة بالألف واللام، مثل: لا أقعد الجبن، لا أقعد الجبن عن الهيجاء. ومثل: ضربت ابني التاديبة. والحالة الثالثة يكون مضافا، يكون مضافا كالأمثلة التي ذكرها المصنف: تقول قد زرتك خوف الشر، هذا الآن ماذا؟ مضاف. وغصت في البحر ابتغاء الدر، كذلك مضاف. والمفعول له بهذه الأحوال الثلاثة ما له؟ نصبه جائز، نصبه جائز إذا توفرت شروطه، وليس ماذا؟ وليس بواجب. لكن ماذا قلنا؟ النصب جائز وليس ماذا؟ وليس بواجب، يعني يجوز لنا أن نجره، هكذا يجوز لنا أن نجره فنقول: زرتك لخوف الشر، وغصت في البحر لابتغاء الدر. يجوز النصب ويجوز ماذا؟ ويجوز الجر. يجوز النصب ويجوز ماذا؟ الجر. متى يجوز النصب والجر؟ متى يجوز النصب والجر؟ إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط. وأما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فيجب الجر ولا يجوز النصب، يجب الجر ولا يجوز النصب. بقي معنا أيهما أرجح، النصب أو الجر إذا توفرت الشروط؟ أيهما أرجح؟ فيه تفصيل، هكذا فيه تفصيل. المنكر الراجح نصبه، المنكر الراجح ماذا؟ نصبه. مثل: جئتك إكراما لك، يجوز إكراما ويجوز ماذا؟ كيف نقول؟ لإكرام، جئتك لإكرام لك، يجوز النصب وهو الأرجح، ويجوز ماذا؟ ويجوز الجر وهو الأقل. وإن كان محل بأل، كان معرفا بأل، ماذا؟ الأكثر جره ويجوز ماذا؟ نصبه. الأكثر جره ويقل نصبه، مثل: ضربت ابني للتأديب، ويقل التأديب. الأكثر للتأديب ويقل ماذا يا إخواني؟ التأديب، إذا كان محلى بالألف واللام. وإذا كان مضافا، الصورة الثالثة، فيجوز فيه الوجهان على السواء، يجوز فيه ماذا؟ الوجهان على السواء بدون ترجيح. مثل: زرتك خوف الشر ولخوف الشر، هذا وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل السواء. يجوز الوجهان على السواء بدون ترجيح. واضح؟ كم له؟
قلنا ثلاثة أحوال، إما أن يكون منكرا أو معرفا بأن أو معرفا بالإضافة. فإن كان منكرا كثر نصبه وقل جره، وإن كان محل بأن عكس، كثر جره وقل نصبه، وإن كان محمد مضافا استوى فيه الأمران، استوى فيه الأمران. قال الشارح رحمه الله: تنبيه لا معنى لقول الناظم وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت، فإنه إن أراد لفظ السؤال فذلك ليس بغالب، أو تقديره فذلك واجب لا غالب. يعني علامة المفعول له أن يقع جواب، أن يقع في جواب سؤال لما فعلت، لما فعلت. سواء قال القائل لما فعلت أو قال لما قمت. مثلا قام زيد إجلالا لعمر، إيش السؤال؟ لما قمت، هكذا. ولك أن تقول لما فعلت القيام، لما فعلت القيام، إيش الجواب؟ إجلالا، قام زيد إجلالا لعمر، إيش السؤال؟ لما قام زيد، والجواب إجلالا لعمر، يقع جوابا لسؤال مصدر بلما فعلت، لما قمت. قال: وغالب منصوب على نزع الخافض، أي في غالب الأحوال، وجواب منصوب على الحال، وسكن ميم لم لإقامة الوزن. وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه. وعلى هذا من حفظ يحفظه بسكون ماذا؟ سكون الميم، لم فعلت، ما يقول لما فعلت. قال: تنبيه آخر، ويصح جر المفعول له بلام العلة، ولهذا يسمى المفعول له، نحو زرتك لخوف الشر، وجئت لإكرامك، والجر باللام لا يحتاج إلى شرط. متى يجوز الأمران؟ قلنا إذا توفرت الشروط يجوز الأمران. وهل هما سواء أم هناك أرجح؟ قلنا على حسب، إن كان منكرا فالنصب أرجح، وإن كان محل بأن فالجر أرجح، وإن كان مضافا فيستوي فيه الأمران. قال: وشرط النصب ما أشار إليه الناظم من كونه بلفظ المصدر، وأن يقع هو والفعل الذي نصبه من فعل واحد، من فاعل واحد في وقت واحد، لأن الزائر هو الخائف، ولعل مراده بقوله فانصبه بالفعل الذي قد فعله، أي الذي قد فعله فاعل المفعول له، فجعل الفعل فاعلا مجازا، بالفعل الذي قد فعله أي فعله فاعل الفعل. وقلنا هذا ماذا يا إخواني؟ يشترط في المفعول له أن يتحد، أن يتحد وأن يتفق مع عامله في الزمان والفاعل. إيش معنى يتحد ويتفق؟ بمعنى أن يكون زمن الفعل وزمن المصدر واحدا، وفاعل الفعل وفاعل المصدر واحدا. قال: فلو لم يكن مصدرا وهو علة وجب جره باللام، كجئت للمال. وكذا لو لم يتحد فاعلهما، كجئت لإحسانك إلي، فاعل المجيء المتكلم وفاعل الإحسان المخاطب. طيب، لم يتفق هنا ماذا؟ الفاعل، أو لم يتحدا بالفاعل، واضح كذا؟ قلنا إذا اختل شرط من هذه الشروط فماذا؟ وجب الجر بحرف التعليل،
قال تنبيه آخر: ويشترط أيضا وجود المفعول له والفعل الناصب له في زمن واحد، أن يتحد مع عامله في الزمان. ألا ترى أن وقت الزيارة والغوص في البحر هو وقت خوف الشر وطلب الدر؟ ألا ترى أن وقت الزيارة والغوص في البحر هذان المصدران هو وقت خوف الشر وطلب الدر؟ لا، وقت الزيارة والغوص هذا ماذا يا إخواني؟ الفعل، الفعل. وخوف الشر وطلب الدر الذي هو ابتغاء الدر هذا المصدر. فلو قلت زرتك اليوم لإحسانك إلي أمس وجب جره، لماذا؟ أيش الذي اختل؟ الزمان، زمن الزيارة اليوم وزمن الإحسان أمس. ومثله قولهم: تأهبت للسفر، تأهبت للسفر، زمن التأهب متقدم على زمن السفر. المفعول له من ضمن المفاعيل الخمسة ومن ضمن المنصوبات. ويشترط له كما سمعتم، اشترط لجواز نصبه، يشترط لجواز نصبه الشروط المذكورة قبل: أن يكون مصدرا قلبيا فضلا، معللا لما قبله، مشاركا لما قبله في الزمان والفاعل. متى يجب نصب المفعول له؟ نعم، متى يجب نصبه؟ ها؟ النصب ذاك الجر، متى يجب نصبه؟ ها؟ ومتى يجب، متى يجب نصب المفعول له؟ عند من؟ إذا اختل شرط، وأنت يا خالة متى يجب نصبه؟ متى يجب، متى يجب النصب؟ ما يجب، قل ما يجب. طيب، الجواب: لا يجب النصب، لا يجب النصب. متى يجب الجر؟ إذا اختل شرط من الشروط. هذه الشروط لجواز نصبه، لا ينتصب وجوبا أبدا. واضح؟ غدا ما هو يا أخواني؟ غدا الخميس، وأنا غدا مشغول، غدا أنا مشغول.